السلام عليكم، حضرت اليوم إن شاء الله نتكلم عن البعد العمودي أو الـ Vertical Dimension. هنحكي عن تعريف للبعد العمودي للوجه والبعد العمودي الاسترخائي، ونحكي عن طرق تحديد البعد العمودي للوجه، أهمية هاي الخطوة في صناعة الـ Complete Dentures، نحكي عن الطرق الميكانيكية والفيزيولوجية في تحديد البعد العمودي، والكثير الحقيقة من التقنيات والتفاصيل في محاضرة اليوم. خلونا نبدأ. في البداية أود الإشارة لوسائل التواصل الاجتماعي، بسر أني تلقي أي استفسار أو تعليق منكم أو اقتراح. أيضا بدي أشير لحاجتي لدعمكم من خلال وضع اللايك والمشاركة، الأمور هاي بتساهم بنشر القناة، بنشر المحاضرة، بنشر العلم. بالنسبة لمحاضرة اليوم نحكي إن شاء الله عن الـ Vertical Relations. بعد ما تحدثنا عن عملية تسجيل علاقة الفك العلوي بالنسبة للقحف أو للكرينيوم من خلال الفيسبو أو القوس الوجهي، حكينا عن عملية نقل القوس الوجهي، كيفية تسجيله وكيفية نقل هذه العلاقة إلى المطبق. الآن نحن لازم نحكي عن العلاقة العمودية. نحن مشان نقدر ننضد الأسنان السفلية والأسنان العلوية بالنسبة للأجهزة الكاملة العلوية والسفلية، لازم نكون عندنا علاقة الفك العلوي ميلانه مع الجمجمة، وهذا اللي حكينا عنه في المحاضرة الماضية. لازم يكون عندنا تحديد للبعد العمودي للوجه، اللي الحقيقة بيعطيني إمكانية لتصور مستوى الإطباق العلوي والسفلي ولطول الأسنان، واللي بينعكس على المقاومة العضلية وعلى النسج المجاورة للدينشرز. أيضا ضروري نحصل على العلاقة الفكية اللي هي بتعني علاقة الفك السفلي بالنسبة للعلوي من أماميا خلفيا. فنحن من خلال تحديد العلاقات الثلاثة هدول نقدر نقول أنه حصلنا على تصور كامل لتوضع الفك السفلي والعلوي مع بعض، اللي نحن نسميه العلاقة الفكية أو الجو ريليشنز. بالنسبة للفيرتيكال ريليشنز، مهم طبعا نحن نسجل إطباق الفك السفلي على العلوي بعد تحديد اتجاهه بشكل سليم من خلال الفيسبو. حكينا من المهم أنه نحن نسجله أفقيا حسب البعد العمودي الصحيح، ولهذا السبب نحن مفضل دوما نحدد البعد العمودي قبل ما نحدد السنتريك ريليشن او العلاقه المركزيه، لانه مثل ما قلنا العلاقه المركزيه السنتريك ريليشن بتكون بشكلها الصحيح لما بتتاخد بالبعد العمودي الصحيح للوجه. البعد العمودي بشكل عام اذا بدنا نعرفه، هو طول الوجه المحدد بحسب كميه فصل بين الفكين تحت ظروف محدده. مثل ما احنا شايفين عمليه الفصل بين الفكين بتحدد أبعاد مختلفة للبعد العمودي. هنشوف كيف أنه مثلا هنا عملية تسجيل البعد العمودي بشكل ناقص كيف تعمل ترهل، والعكس في العكس. فمن هون أهمية تسجيل البعد العمودي. طبعا البعد العمودي هو ممكن نقول أو نصنفه إلى تصنيفين، هناك بعد عمودي راحي أو Rest Vertical Dimension، وهناك بعد عمودي إطباقي أو Occlusal Vertical Dimension. بالنسبة للفيرتيكال دايمنشن اتريست، هو الحقيقة طول الوجه لما بيكون الفك السفلي بوضع الراحة، إذا بدنا نحن نعرفه بكل بساطة. عندي أيضا الفيزيولوجي كريست بوسيجن، هو وضع الراحة الفيزيولوجي، أعني به وضع ووجه المريض قائم والعضلات المرافقة بحالة نشاط تقلصي أصغري. عندنا أيضا الفيرتيكال دايمنشن أوف أوكلوجن أو الأوكلوجال فيرتيكال دايمنشن، اللي هو طول الوجه لما بتكون الأسنان متماسة مع بعضها بوضع التشابك الحدبي intercuspation. ومن هون نحن بنقدر نوصل لشيء نحن بنسميه المسافة الراحية أو rest space، اللي هي الحقيقة حاصل طرح البعد العمودي راحي من البعد العمودي الإطباقي. فإذا هي المسافة بين الأسنان في وضع الراحة تكون عادة بحدود 2-4 مليمتر، وتلعب دور أساسي الحقيقة في تصور البعد العمودي الإطباقي وتحديده، حنشوف من خلال المحاضرة. طبعا نحن من أجل أنه نعين البعد العمودي الراحي أو الإطباقي، لازم نحن نتعرف على العوامل اللي بتلعب دور في تحديد وضع البعد العمودي الراحي أو Rest Position Factors. من المهم أنه نحن نكون قادرين أنه نحن نوصل أو نأخذ المريض بوضع الراحة، نحن عوامل معينة لأنه بتأثر مثل ما أنها العوامل على هي الوضع. أول شيء وضع انتصاب المريض، الـ posture of the patient، لازم يكون المريض بوضع قائم. نحن بناخد البعد العمودي الراحي ومنحدد البعد العمودي الإطباقي لاحقا بهي الوضعية. أيضا مهم أنه نحن يكون المريض بحالة relaxation، استرخاء المريض مهم جدا، لأنه الحقيقة توتره ممكن يعطينا تسجيلات خاطئة. أيضا بدنا نلاحظ أنه هناك بعض الاضطرابات العصبية العضلية ممكن الحقيقة تلعب دور في تحديد البعد العمودي الراحي.
لأنه ممكن في بعض الاضطرابات عملية التسجيل تأخذ وقت أكثر من المعتاد لتعيينه بدقة، والوقت للأسف له عامل أو دور سلبي. هنا نحن بنجي على العامل الرابع الديوريشن، لأنه بكل بساطة البعد العمودي في وضع الريست لازم يتسجل بسرعة، لأنه هو وضع مؤقت وممكن المريض ما يستطيع يحافظ عليه لفترة طويلة في حال أنه نحن ما سجلناه بشكل سريع، هذا راح يؤدي لأخطاء في التسجيل. طبعا هناك مجموعة من الطرق اللي ممكن من خلالها نحصل على بعد العمودي الراحي. طبعا نحن مثل ما شايفين عم نقول دائما البعد العمودي الراحي، لأنه مثل ما حكينا ببداية المحاضرة، في حال نحن قدرنا نحصل على هذا الوضع الفيزيولوجي اللي نحن بنقدر نسجله حتى مع غياب الأسنان بطرح 2-4 ملم منه اللي هي المسافة الراحية، بنصير قادرين نحدد البعد العمودي الإطباقي اللي هو الهدف الأساسي في هاي الجلسة وفي هاي خطوة من خطوات صناعة الجهاز الكامل. من الطرق اللي ممكن استخدامها لتحديد البعد العمودي في وضع الراحة هي قياسات أبعاد الوجه. بيتم تعليم نقطتين على الوجه، واحدة على ذروة الأنف على نفس الخط، طبعا لازم يكونوا النقطتين، واحدة على ذروة الأنف وواحدة على ذروة الذقن. منقيس المسافة بينهم بوضع الاسترخاء بوضع الراحة. بنطلب من المريض يلفظ، عادة يعني وضع الاسترخاء ممكن الحصول عليه بأنه نطلب من المريض يلفظ حرف الام. وبيتم تحديد البعد العمودي بكل بساطة الإطباقي الفيرتيكال اوكلوجال ديمينشن، بأنه نطرح المسافة هي نطرح منها 2-4 ملم، فبنحصل على البعد العمودي الإطباقي أو الأوكلوجال فيرتيكال ديمينشن. طبعا القياس ما لازم يتم بمسطرة أو بشكل عشوائي، وحبذا دائما نحن نستخدم الويليز جوج أو الداكوميتر، بيعطيني قدرة على أنه نحن نحدد الطول بشكل دقيق بين النقطتين سواء عند أسفل الأنف أو عند ذروة الأنف. المهم أنه يكونوا النقطتين هدول نقطتين ثابتين، من خلالهم ممكن نحن نوصل للبعد العمودي الإطباقي. طبيعة الحال هناك عدة طرق ممكن نستخدمها لتحديد الاسترخاء، لتحديد وضع الاسترخاء عند المريض حتى نحن نكون مطمئنين أنه نحن سجلنا القياسات بوضع الاسترخاء. ممكن نحن مثلا نطلب من المريض يقوم بعملية البلع واللسان يقوم بلعق الشفي بهي المرحلة ويتم الغلق. ممكن أيضا من خلال التكتايل سنسيشن تبع البراكتيشنر نحن نتحسس وضع الاسترخاء، بنقدر نحن أيضا نعتمد على الطريقة وإن كانت أكثر أقل دقة. ممكن أيضا أنه نطلب المريض يلفظ حرف M مثل ما قلت بشكل متكرر، ممكن هذا يوصلنا للريست بوزيشن. ممكن نطلب من المريض يتكلم ونلاحظ تعبير وضع الاسترخاء على الوجه. والحقيقة أنه تحديد الريست بوزيشن أو وضع الراحة بيصير أكثر سهولة مع الخبرة ومع تكرار الأمر، بصير نقدر الحقيقة أنه طبيب الأسنان يقدر يحدد بالضبط الريسبوسيشن من خلال حتى ملامح وجه المريض. الطريقة الثانية من طرق تحديد البعد العمودي الاسترخائي هي أنه نحن نعمل قياسات لعلامات تشريحية أو أناتوميكال لاند ماركس. ايضا هون نحن بنستخدم الويليس جوج اللي حكينا عنه قبل شوي وحطينا صورته. ممكن مثلا نحن نعتمد على نظريه تقول بانه المسافه بين زاويه الفم وبين زاويه العين انه المسافه مساويه للمسافه بين ذروه الانف واسفل الذقن. طبعا عم نحكي هذا الشيء بوضع الراحه، فبالتالي نحن بنحاول نوصل لوضع الراحه من خلال انه هي طبعا مسافه ثابته، فممكن نحن نحصل على وضع الراحة من خلال أنه نحن نوصل هاي المسافة ضمن هاي النقطتين ونطرح 2-4 مليمتر، فبصير عندي البعد العمودي الإطباقي أو الأوكلوجال فيرتيكال دايمنشن. طيب الآن هاي الطرق السابقة كلها كانت طرق لتحديد البعد العمودي الاسترخائي في وضع الراحة وبعدين بطرح 2-4 مليمتر. هل هناك طرق لتحديد الفيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن بشكل مباشر؟ هناك الحقيقة نوعين من الطرق اللي ممكن من خلال الحصول على هذا البعد العمودي، على البعد العمودي الإطباقي. الأولى فيزيولوجية والثانية ميكانيكية. أول نقطة بدي أحكيها قبل ما نحكي عن الطرق الفيزيولوجية هو أنه بالأجهزة الكاملة بالكمبليت دينشرز وعكس كل أنواع التعويضات الأخرى الثابتة وحتى البارشل المتحركة، بناخذ الفيرتيكال اوكلوجال دايمنشن البعد العمودي الاطباقي في وضع العلاقه المركزيه بالسنتريك ريليشن. هذا امر مهم وحناخذ ان شاء الله في المحاضره القادمه الحديث
عن السنتريك ريليشن وكيفية تحديدها. بالنسبة للطرق الفيزيولوجية في تحديد البعد العمودي الإطباقي عن مجموعة من الطرق مثل ما شايفين، الطريقة الأولى هي طريقة نيزفونجر. هاي الطريقة نستخدمها كلنا، حكيت عنها قبل شوي، هي تعتمد على طرح 2 ل 4 ملم من البعد العمودي في وضع الراحة. بالتالي نحن بعد ما فكيه، بعد ما ناخذ أو بعد ما نحدد وضع البعد العمودي الاسترخائي، بننحت من الشمع السفلي. هي شغلة لازم كمان ننبه عليها، انه النحت دائما من الشمع السفلي. ليه؟ لانه نحن بتحديد المستويات الفك العلوي مفترض انه ما نلمس الشمع. احنا حددنا المستوى الامامي حسب خط البؤبؤ الى العين، حددنا المستوى الخلفي بالتوازي مع مستوى كامبر. فالمثال العلوي الان نحن بامثلته بالشمع اللي عليه ما بنلمسه نهائيا. كل شيء نقوم به الان من تعديلات للحصول على البعد العمودي قبل انه نوصل لمرحلة أخذ العلاقة المركزية أو السنتريك ريليشن أو العلاقة الأفقية، هو تداخل وتعديلات على الارتفاع الشمعي السفلي الأمامي. لأنه الارتفاع الشمعي الخلفي السفلي بنكون بهاي المرحلة نحن مفرغينه، لأنه هو المكان اللي راح يتوضع عليه الشمع أثناء تسجيل علاقة السنتريك ريليشن. فإذا نحن بننحت من الشمع السفلي بحيث يوافق القيمة، فبنحصل بالتالي لما يعض المريض على الارتفاعين الشمعيين نحصل على البعد العمودي الإطباقي. مثل ما احنا شايفين طريقة نيزفينجر، نحن حددنا البعد العمودي الاسترخائي بأي طريقة من الطرق السابقة اللي حكيناها. الفري واي سبيس هي 2 ملم نطرحها، فبنحصل على البعد العمودي الإطباقي أثناء الإطباق. الارتفاع الشمعي العلوي ما بنلمسه، حددنا مستوياته. نيجي للارتفاع الشمعي السفلي وبنسحل، حتى لو نحن كنا منفرغين لسه الشمع الخلفي، بنسحل أو مندوب من الشمع السفلي ومنخلي المريض عض، مندوب ومخلي عض لحتى نوصل للبعد العمودي الاسترخائي ناقص 2 إلى 4 ملم اللي هو البعد العمودي الإطباقي. طبعا هي الطريقة معظمنا بيشتغل فيها ومعروفة للجميع. الطريقة الثانية من طرق تحديد البعد العمودي الفيزيولوجية هي طريقة عتبة البلع أو طريقة البلع. هي الحقيقة طريقة مو ملائمة من الناحية العملية، بس أنا حبيت أذكرها، ممكن البعض لأنه بيستخدمها. بتعتمد وضع قمع شمعي سفلي، وبنطلب من المريض أنه يبلع قطعة من الشوكولا على عدة مرات. بيؤدي هذا الشيء لأنه القمع السفلي هذا ينطبق على ارتفاع الشمعي العلوي، وبيكون هذا الانطباق بوضعية الفيرتيكال أوكلوجال دايمنشن. مثل ما قلت هاي الطريقة ما محبذة. الطريقة الثالثة هي طريقة الفونيتكس، تعتمد على الصوتيات الكلام لتحديد الفيرتيكال دايمنشن. بتدعي هاي الطريقة حسب دكتور إيرل باوند انه الفصل بين الأسنان العلوية والسفلية ما لازم يكون أكثر ولا أقل من 1 إلى 2 ملم لما المريض بيكرر حرف الاس، وهو اللي كان دعاه بالكلوزست سبيكينج سبيس، يعني المسافة الأصغرية للكلام، طبعا حسب دكتور سيلفرمان. ممكن ايضا استخدام احرف اخرى مثل الجي مثل التشي، ممكن هي الاحرف ايضا تعطيني فكرة عن المسافة اللي مثل ما قلنا بتكون 1 إلى 2 ملم بين الاسنان الامامية. الطريقة اخرى من الطرق الفيزيولوجية لتحديد البعد العمودي الاطباقي هي النيوروماسكولار بيرسيبشن او الادراك الحسي او الادراك العضلي العصبي، وبتعتمد على حس اللمس للشخص. بنلصق برغي تحميل مركزي مثل ما احنا شايفين، بنلصق برغي تحميل مركزي قابل للتعديل، يعني بنقدر نحن نفتله يطلع وينزل داخل المكان المخصص له. بنحطه على احد الارتفاعات، عاده بنحطه على الارتفاع الشمعي السفلي، وبنحط صفيحه تحميل مركزيه تلصق بالارتفاع الاخر اللي عاده بيكون العلوي، وبنبدا نحن نحل البرغي بنجعله يعني اطول، وبالتالي نحن بنكون بهالطريقه عم نزود الفيرتيكال دايمنشن. ولما نخفض البرغي نحن عم نفتله لحتى يخفض، بنكون نحن عمليا عم ننزل البعد العمودي الاطباقي. بنضل نحن بنفتل البرغي وبنقول للمريض يسكر للحظه اللي المريض بيخبرنا انه هو مرتاح. الطريقه هي الحقيقه ما لها عمليه، وبنا كمان نتوقع إعاقات من اللسان أثناء عملية الغلق، فما كتير محبذة. أيضا من الطرق الفيزيولوجية لتحديد البعد العمودي الإطباقي الماكسيمم بايتينج فورز أو الباور بوينت، اللي هي الحقيقة بتعتمد قوة العض القصوى. وطريقة الباور بوينت بكل بساطة هي تقريبا نفس الطريقة السابقة اللي عملناها مع الصفائح اللي فيها برغي، لكن بتكون موصولة لبريجر إنديكيتينج كوج بايمتر. فلما المريض بيعض والبرغي نحن بنفتله بحسب هاي الطريقة، بتقول انه قوة العض القصوى بتكون موجودة مع البعد العمودي الراحي. فبالتالي نحن بنطلب من حل البرغي بكل الاوضاع. القراءة اللي بتعطيني اعلى قراءة على البايمتر هي بنثبت فيها البرغي، وهي تمثل البعد العمودي
الراحي الريست فيرتيكال ديمنشن نطرح منها 2 ملي ل 4 ملي متر لنحصل على البعد العمودي الاطباقي. اخر طريقه طبعا هي الطريقه التجميليه، يعني ممكن مع الخبره تكون طريقه جيده، بتتطلب ارتفاعات شمعيه تم تعديلها بشكل تام، عملنا فينيشنج بشكل كامل لاعطاء كونتور الشفي الملائم، وبنطلب من المريض طبعا يعض. طبعا طول ما في بعد عمودي زائد حنلاحظ مظهر مشدود، ولو في نقص حنلاقي مظهر مترهل للشفاه. نعتمد عليها نحن ممكن مع الخبره، وان كانت هي طريقه غير دقيقه او غير مفضله. ايضا هناك طرق ميكانيكيه لتحديد البعد العمودي الاطباقي، تتضمن طبعا الطرق الميكانيكيه علاقه الارتفاعات الشمعيه ريدج ريليشنز، وبتعتبر انه الانسايسيف بابيلا او الحليمه القاطعه هي نقطه ثابته ما بتتغير مع الامتصاص السنخي، وانه المسافه من الانسايسيف بابيلا من الحليمه القاطعه لحواف القواطع السفليه بتكون حوالي 4 ملم بالسنتريك اوكلوجن بالاطباق المركزي. طبعا بس بننتبه انه هي الطريقه يعني بدها تستعمل بحذر، خاصة عند المرضى اللي بيكون عندهم امتصاص شديد في الريج. ممكن نعتمد أيضا على التسجيلات قبل القلع، إذا نحن المريض جانا عنده أسنان ممكن ناخذ البعد العمودي تبعه الإطباقي قبل ما نقوم بالقلع، وبنتحقق طبعا من خلال الصور الفوتوغرافية، من خلال البروفايل، ممكن حتى من خلال الأشعة للكندايل في الأشعة نشوف أيضا حتى الأمثلة نحطها على الأرتكوليتر ونقارن المسافة بين القوسين. ممكن الحقيقة بهذه الطريقة نحن نعمل مثل وشم في منطقتين بالفك العلوي السفلي، ونرجع ننقل البعد العمودي اللي كان قبل القلع لبعد القلع. بس مهم جدا هون نحافظ على النقطتين، فممكن تكون طريقة غير عملية. ممكن أيضا نعتمد على أجهزة قديمة، دينشرز قديمة عند المريض نقيسها في حال مثلا كان هو مرتاح منها، بس الحقيقة هي الطريقة غير عملية لأنه وارد جدا يكون في أخطاء في الجهاز القديم رغم أنه المريض مرتاح معها، وقد يكون هناك امتصاص كبير، فممكن هذا يخل بأنه نعتمد على هي الدينشرز القديمة كمصدر لنحصل على البعد العمودي الإطباقي. في نهاية المحاضرة بدي أحكي عن تأثيرات الأخطاء اللي ممكن تحصل بسبب أخطاء في تسجيل البعد العمودي. الحقيقة مرحلة تسجيل البعد العمودي الإطباقي مرحلة مهمة جدا، الموضوع مو بس جهاز ثابت في الفم وخلاص، بالتأكيد لازم يكون الجهاز متوافق مع المنظومة العضلية، لازم يكون متوافق مع راحة المريض، مع الكلام، مع البلع. فتحقيق أجهزة كاملة وتحقق هاي الانسيابية وهي الراحة حكما لازم يكون في عندي علاقة فكية صحيحة ضمن بعد عمودي صحيح. طيب شو الأخطاء أو شو الآثار اللي بتترتب عن الأخطاء؟ نحن عنا إما أنه الطبيب يعمل زيادة في البعد العمودي، يعني تكون الأسنان أطول من اللازم، أو أنه يعمل إنقاص، بمعنى أنه تكون مستويات الشمع أقل من الطبيعي، فبصير المريض بعض مع بعد عمودي ناقص. طيب في حال نحن كان عندنا نقص في البعد العمودي، حنشوف فورا انه المريض بيبين معنا بيكون عنده هذا المظهر المترهل، العضلات المحيطة بالفم، حنشوف انه المريض بيشتكي من انه ما عم يقدر ياكل مظبوط، عدم كفاية المضغ في تقطيع الأطعمة، حنشوف انه المريض عم يشتكي من عض الخد، حيشوف انه المريض بدأ يشتكي من مشاكل في المفصل، ممكن حتى نلاحظ انه صار في نوع من الانفتال في الوجه او نوع من عدم التناسق، بنحس انه الانف صار جدا قريب للذقن بسبب انه المريض عم يعض اكثر من اللازم ليوصل الاسنان لبعضها، وبالتالي هذا بيؤدي لضياع او نقص في مقاومة العضلية، فبهذا بيؤدي لنقص ثبات الاجهزة. والحقيقة المريض مع الاجهزة البعد الاجهزة ببعد عمودي ناقص يبدو وكأنه اكبر من عمره بسبب الترهل في هاي العضلات المحيطة. طبعا حتى حنشوف مع نقص البعد العمودي التهاب الفم الزاوي بصير شائع عند هؤلاء المرضى بسبب انه اللعاب بيتسرب وبيصير في نوع من التخريش المستمر بهالمنطقة بتؤدي لحدوث التهاب الفم الزاوي. بالنسبة لزيادة البعد العمودي الإطباقي حنشوف ممكن تؤدي للعكس تماما من هاي المظاهر، المريض بيشتكي من شد في الوجه، تعب في العضلات، بنحس المريض مشدود، المريض يشتكي من صوت طقطقة بالأسنان، يعني الأسنان بتضرب ببعضها أثناء الكلام بسبب أنه المسافة الكلامية شبه معدومة عند المريض، المريض يشتكي من مشاكل في المفصل، وأيضا يشتكي من تقرحات على مستوى الميوكوزا تحت الدينشرز بسبب القوى الإطباقية المبكرة اللي عم تطبق على الأسنان. بهذا الشكل تنتهي محاضرة اليوم، أتمنى أن المحاضرة كانت مفيدة، نلتقي إن شاء الله في المحاضرة القادمة للحديث عن Centric Relation، عن تسجيل العلاقة الأفقية. نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.